السلام عليكم. دلوقتي هنشوف الشات جي بي تي ده ممكن تقعد تتكلم معاه وتقول له مثلا اتكلمنا عن الحرب العالميه الثانيه، كلمنا عن هتلر، كلمني ايه رايك في كذا، ويتناقش معاك في كل حاجه. طيب خليني اقول له بقى ايه مثلا حاجه جديده. اقول له انا عايزك تتعامل معايا كلينكس، تمام؟ لو انا شغال لينكس تيرمينال اللي هو زي الدوس كده، واديتك امر مثلا بي دبليو دي، ايه النتيجه اللي هتطلع؟ فهو فعلا بيتعامل معاك كانه هو لينكس، فجاب لك اهوت هوم يوزر، واصبح فوق اسمه لينكس تيرمينال سيموليشن، محاكاه لو انت بتشتغل على لينكس. طيب لو انا قلت له بقى انا عايزك تترجم لي، هديك جمله تترجمها لي، واديته الجمله اهوت، واعمل لي امبروف، حسنها لي، يعني اتاكد ان الكلام مكتوب مظبوط، ويقدر يعمل اعاده صياغه للجمله. طيب لو انا عندي انترفيو، ممكن اقول له انا عايزك تعمل كانك انت انترفيور بتعمل انترفيو، فيبدا يسالك اسئله كانك في انترفيو. فاول حاجه بيقول لك طب اخبرني عن نفسك وانت خبرتك في ايه عشان اسالك في الحاجات دي. مثلا I have experience in marketing. خلاص هو بقى HR وهيبدا يسالك في الماركتنج، وهيبدا يكمل معاك الاسئله لحد انت نفسك ما تزهق. طيب لو انا عايز اتعامل معاك جافا سكريبت، بقول له اكت از ا جافا سكريبت، فهيبدا يتعامل معاك، واديته امر اللي هو كونسول دوت لوج هالو وورلد، فطلع لي هالو وورلد. ممكن برضو اقول له تعال معايا عايزك تعمل لي اكسل كده من ايه لال، وتبدا تحط لي بقى الاصفف والاعمده، فيبدا يعمل لك بالشكل دوت. دي كان هي الخانات بالشكل دوت. وعلى فكره كل سؤال من دول لما بتديهوله بيديك نتيجه مختلفه، ما عدا تقريبا هالو وورلد، يعني الحاجات اللي هي ثابته اصلا في البرنامج هي اللي هتبقى ثابته معاك. انما اقصد لو انت سالته سؤال مثلا في الانترفيو والحاجات ديت، هتلاقي كل مره بيجاوبك اجابه مختلفه. طيب لو انا دلوقتي عايز مرشد سياحي مثلا، انا موجود في اي مدينه وعايز اعرف معلومات عنها، فبقول له انا عايزك تعمل كانك ترافل جايد، كانك المرشد السياحي بتاعي، وانا دلوقتي موجود في اسطنبول وعايزك او اي مدينه، وانت قول لي اروح انهي متاحف موجوده مثلا وكده، تمام؟ فبيقول لك لو انت في المدينه كذا كذا المفروض تروح للمكان الفلاني. طيب لو انا عندي بحث علمي وعايز حد يفحص هل هي يعني مسروقه مش مسروقه، ممكن اقول له عايزك I want you to act as a plagiarism checker، تمام؟ وتدي له الجمله اللي انت عايزها، وهو يفحص لك يعني هل هي فعلا متاخده من مقاله ولا لا. طيب ممكن تخليه يبقى كشخصية من شخصيات، يجاوبك كأنه هو شخصية مثلا، يعني تقول له ايه I want you to act like هاري بوتر، تكتب له باسم الشخصية بوتر، تمام؟ هاري بوتر. هو بقى يبدأ لما تسأله اي سؤال يجاوب من قلب الشخصية دي، تمام؟ هيلتزم بيها تماما، تمام؟ بقى كأنك انت فعلا بتعمل الشخصيه دي. كان في موقع اسمه كاركتر اي اي، تمام؟ هيبدا بقى يتناقش معاك انك تمام، تبدا تقعد اسمه هاري بوتر، وتساله بقى ابوك ايه وامك فين وبتاع، وات از يور ستوري. تخيل بقى ان انت مثلا بتتكلم مع اي شخصيه بقى انت بتحبها، مجرد بس تقول له I want you to act like شخصيه اهو، انا ساحر وشخصيه الاساسيه في هاري بوتر وكل الكلام دوت. طيب انا عايز اعمل مثلا استفاد منه في حاجه تكسبني فلوس، مثلا عايز اعمل حمله دعائيه، فبقول له كواحد بتاع اعلانات بقى اديني جمله كده اقدر ان انا استغلها في حمله اعلانيه، فبيجيب لي افكار اهوت. طيب انا عايزه يساعدني في ان احنا نكتب قصه، تمام؟ وعلى فكره ممكن تديله دي وبعد كده تاخد كل جزء منها تساله فيها لحد ما تعمل قصه طويله جدا. ومع الميد جورني تقدر ترسم صور للقصه دي. طيب لو انت بتحب الكوره، ممكن تخليه يعلق لك على ماتش كوره معين، تقول له علق لي على ماتش كوره مثلا بين كذا وكذا مثلا، فهو بقى عاش في الدور ان هو معلق رياضي بقى. طيب انت زهقان وعايز بقى حد كده ايه ستاند اب كوميدي، تمام؟ يعني هو ممكن يساعدك في شغلك ان انت عندك
برزنتيشن عندك كذا، فيبدا ان هو يحط لك الحوار ويقول لك تتكلم ازاي والحاجات دي كلها. طيب ممكن تخليه بقى يشتغل ايه اللي هو ان ال بي والتنميه البشريه وحاجات زي كده. تقول له اي ونت يو تو اكت از، انا عايزك تعمل حاجه معينه. تمام، هو بقى ايه يبدا يحفزك ويدي جمل تقدر تحطها على فيديوهات، تحطها على صور، حاجات ممتازه. ممكن نطلب منه ان هو يقول لنا شعر مثلا، اي ونت يو تو اكت از ا بوي، انت شاعر بقى واكتب بقى وحط لنا بقى زي ما انت شايف. فاختصار يعني هتدمنه بالذات قريب، يعني في تطبيق كنت انا لسه شغال عليه بيخليك صوت تتكلم مع صوت.